اذا انت البرت اينشتاين زمانك وفتح هذا الفيديو ليش؟ اطلع برا، اطلع لبرا. اوكي بيبي. انا مش مهتم مواصل، لو شو ما صار مواصل، عندي هدف بالحياة. قربت الامتحانات، ما ذكرنا ولا حرف، رح نرسب هاي السنة هذا الفيديو لإلك. اولا اميغوس، انا وئام، واليوم رجعت لكم فيديو افكار خايسة للمذاكرة. هذا الفيديو بفيد الكسلة، الفشلة، المكافحين، المحاربين في الحياة، وبنفس الوقت يفيد عبقور. تنفس عزيزي، تنفس. تخيل هلا معي انك انت شخصية فاشلة، اكشلي انت شخص فاشل، بس هلا رح نتخيل انك انت فاشل اكتر. كيف؟ الشخص الفاشل في الدراسة شو بيصير معه في الصيف؟ يحرم من الموبايل، يحرم من الطلعات، يحرم من انه ياكل، يحرم من انه يتنفس، يحرم من اي شيء حلو في هاي الحياة. انت بدك يصير معك هذا الشيء؟ طبعا لا. فالشي اللي رح يحفزك على الدراسة ويخليك هيك تنط تروح تذاكر، غمض عينيك، تخيل المأساة اللي راح تصير فيك وروح ذاكر. أول نصيحة خايسة هي التخطيط، خطط ثم خطط ثم خطط عشان توفق انك انت تذاكر كل شيء قبل الامتحان، يخليك اولا بروداكتيف، ثانيا مرتاح نفسانيا لانك ذاكرت كل شيء، ثالثا بتعرف شو اللي عليك وشو اللي ما عليك تسويه. تاني نصيحة خايسة لليوم، قوم هلا ذاكر وذاكر وذاكر، استعمل الهايلايتس، الفلاش كاردز، والخريطة الذهنية للمذاكرة. بنصحكم جايز في المذاكرة انكم بتسووا فلاش كارد. هون انا رح اخذ هاي الورقة، رح اكتب فيها المصطلح ملأفة، بكتب فيه التعريف. فيكم كمان بتكتبوا من هون السؤال ومن وراء الاجابة تبعه. فيك تاخذ هدول الفلاش كارد معك في اي مطرح وتذاكر وين ما حبيت وقت ما حبيت، في الحافلة، في الباص، whatever. استعمال الهايلايترز جايز كتير 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 ضروري، وكل كلر خلوه يرمز لشيء معين عشان لما تذاكروا بيسهل عليكم المذاكرة كتير. هون بس احب استعمل الفلاش كاردز عشان يساعدوني في المذاكرة تبعي، اذا فما سؤال بدي اسأله للأستاذ، اذا في مصطلح او تعريف لازم اركز عليه فبكتبه في الفلاش كاردز هدوم اللي صار، ولما برجع للدرس بتذكر انه في ديتيلز او شيء عند اسأله للأستاذ. عنا دائما في أسئلة بتتكرر وبتجينا دائما في الامتحان، فسهل جدا علينا انه نكتب هدول الأسئلة والجواب امامهم، فلما يجي في الامتحان بنعرف شو رح نكتب وشو رح نجاوب. هلا بنيجي للحفظ، وبما انه انا تخصصي فيه من الحفظ الكثير فإلي لكم كتير طرق. اول طريقة، خذ الموبايل تبعك وسجل صوتك وانت عم تقرأ الدرس، بعدين خذ المايك وين ما كنت استمع للدرس، صدقني هذا بيساعدك بشكل رهيب جدا انك انت تحفظ الدرس تلقائيا. اما الطريقة الثانية فانك تحفظ الدرس تبعك على طريقة الاغنية، اختار اللحن وصير ملحن وعازف بنفس الوقت. اما الطريقة الاخيرة فانك تحفظ كأنك عم تفهم شخص ما، وتبلش تحفظ بالجملة بالجملة ثم بالفقرة بالفقرة حتى تخلص كل الدرس. من بين كل هالطرق اختار انت الطريقة اللي بتناسبك وكفي بيها. النصيحة الخايسة رقم 3، لما يكون عنا شيء خايس في الحياة واختراع خايس في الحياة زي هيك شو بنسوي؟ احنا عنا مذاكرة وبنحب نقعد على الموبايل. اخوتي واخواتي، انا اسفة لاعلامكم بانه قد اخترعوا اختراعا خائسا جدا اعظم من نصائحي الخائسة. اتعلمون ما هذا الاختراع؟ لقد اخترع خصيصا لنا نحن العرب لتضييع وقتنا ولتدميرنا ولتدمير الشمل العائلي وتفكيكه. هل علمتم ما هو؟ انه الموبايل. ماميتو، مامان، عزيزتي، نبع الحنان، تفضلي هذا الموبايل، خديه لعندك. بعرف انه ما رح شوفه لمدة شهرين، ارجوكي نبع الحنان، لا لا. اوكي بكفي دراما، انا شخص بيعيش لحاله. مهم، هذا الشيء الكارثي لازم تبعده عنك. واذا انت محظوظ وعايش مع اهلك، هل تفكر فيما افكر فيه؟ هل تفكر فيما افكر فيه؟ رح تاخذ هذا الموبايل وتعطيه لماميتو او بابيتو. ماميتو او بابيتو دول كتير كيوت يعني، وكتير موجودين يعني في كل بيت بسم الله ما شاء الله، هم نبع الحنان وكل الاشياء هي الكيوت. اعطي هذا الموبايل لبابيتو او ماميتو ورح يرجع لك. نو نو نو، رح يرجع لك بعد الامتحانات. نو نو نو، رح يرجع لك بعد نتائج الامتحانات. على حسب النتيجه خايسه او النتيجه منيحه. ويا ويلك يا سواد ليلك اذا كانت النتيجه خايسه، بتعرف شو راح يصير فيك؟ هذا راح تودوا للسنه الجايه.
يس. بعرف شو يعني انه الموبايل ما بيكون عندك، فبتبلش بسم الله ما شاء الله حك حكا في كامل تضاريس جسمك، ومخك رح يكون يفكر في كل شيء للمذك، رح يكون يفكر في مين ارسل لك رسالة، في مين شو صار. بس تذكر دائما شو، تذكر دائما شو قلنا احنا، انت شخص فاشل في الحياة، ما عندك لا حبيبة وما عندك ولا حبيب، وكل اصدقائك اصدقاء سوء. فاكيد ما حدا راح يتصل في شخص فاشل ويقول له او بليز اعطني هداك الكورس، او بليز فهمني في هديك انا ما فهمتها. يعني انت شو، انت نكره، ما في احد راح يتصل فيك، فاهم؟ حل خيصه رقم 4، لما احضر موفي، لما اطلع مع اصدقائي ما بيجيني النوم، يجيني النوم بس لما اذاكر. ليش؟ انا بعرف انكم انتم اوفياء ومخلصين وعندكم ذر الضمير، اي انتم عندكم الضمير، لانه انتم شو بتواصلوا لاخر الليل تسهروا، وبكره عندكم امتحان، ومع ذلك بتواصلوا بكل ضمير عشان تدرسوا منيح وتجيبوا علامات منيحه. وعشان انا اكسبرت وعندي ذكريات مع هذا الشيء، ولسه راح اشوف ذكريات ما احلى مع الليالي البيضاء، ما بنام ابدا ليله الامتحان لانه عندي طرق لولبيه رائعه جدا اخيس منها ما في، بتخليك ما تنام ابدا ليله الامتحان، بس في الامتحان ما بضمن لك. راح شارك معكم سر خطير جدا، خطير، ما راح تناموا ابدا. اول طريقه، عشان احنا ابطال الليالي البيضاء وعشان احنا مجاهدين ومكافحين، هاي الكوفي ما بتلاعبنا، شو اكسبريسو افسفسريسو، نو 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 يا حبيبي. فاول طريقه هاي هون القهوة وهون النسكافيه، انت شو بتحب؟ ملعقة وتسف القهوة سفان، هاي باللهجة التونسية بس معلش، يعني تاكل القهوة، بسم الله. إذا أنت هاي الطريقة الخايسة ما رفعت معك وبيحقنوك حقن في الكفلين، ليمونة 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 ليمونة. هاي هاي الكيوت، تاخذها هيك وتقلها هاي، بسم الله ما شاء الله، بتخليك كلك حيوية وطاقة ونشاطة زي انا بالضبط هلا. اما الطريق الاخيس من كل هدول، اذا انت شخص فاقد الامل وما نفع فيك لا الكافيين وما نفع فيك لا الليمون، خلاص انت حالتك يرثى لها، فعندي لك طريقة، وهي الطريقة علمني اياها استاذ الكيمياء. قال شو؟ قال لك خد الملح وحطه هون بعيونك، رح ينقلوك دغري على المستشفى وما رح تنام ابدا. بس هي الطريقة خطيرة ابدا، يعني ما تسووها الا اذا حالتكم ميؤوس منها يعني. اوكي بيبي؟ اوكي؟ النصيحة الخايسة اللي بعدها، مكان المذاكرة، عبقور، بعرف انك رح تروح للمكتبة ورح تفتح انت اصلا المكتبة بايديك، يعني لانك رح تكون اول شخص تضع قدميه المكتبة، بس فشلينه، شو رح يصير فيه؟ ابدا لا ذاكر مع اصدقاء سوء ولا اي صديق حتى، لانه تعرف شو رح يصير اذا ذاكرت معهم؟ تعرف؟ بعرف انك بتعرف شو رح يصير. لك شفتي امل شو سويت؟ لبست نفس فستاني بالعرس، بس اكيد انا طلعت احلى منها يعني، اكيد يعني. تخيلوا اني سمية تزوجت واحنا قاعدين هون عم ذاكر، تتخيلوا، عم تتخيلوا هذا الشيء؟ تتخيلوا راح تصير بس نميمة ثم نميمة ثم نميمة، وما راح تذاكروا ابدا. فمن المستحسن انك تروح تذاكر في المكتبة او انك تذاكر في البيت، لانه ليش في البيت؟ راح تكون تحت رقابة الـ FBI، مين هم الـ FBI؟ مين هم وزارة الداخلية؟ هم ميتو بابيتو. نيكست نصيحة خايسة، ضروري جدا انك تاكل اكل صحي، لا جانك فود، لا همبرجر، لا ما بعرف ايش، هذا الحكي ما راح ينفع معنا ابدا. وعبقرينو انا بعرف انك كتير مشغول وما عندك وقت وبتذاكر على طول اليوم، بس بليز لا تاكل الفاست فود اور جانك فود، يعني تصرف كل اي شيء المفيد، كل شيء هيلثي، لانه بيأثر على فكرة على الامتحان. تعرف اذا اثر على الامتحان شو راح يصير؟ راح تجيب اقل من 100%. تعرف شو راح يصير فيكي عبقور؟ راح تجيب 99.99%، وبتعرف هذا شو يعني يا عبقور؟ هذا بصمة عار، راح تكون بصمة عار في تاريخك الامتيازي المتفوق الرائع الما بعرف ايش اكسترا اكسترا. فعبقور انتبه لهي الشغله، فشلين وانت اصلا فاشل في الحياه، وانت اصلا مشكوك فيك انك رح تنجح او لا، فبليز حاول انك تاكل اكل صحي واشرب الماء كثير، صح رح تكون رايح جاي على الحمام، بس معلش هي لها فوائد كثير، الروحه والجاي للحمام رح تخليك ما تنام. ثاني شيء، الماء بيعمل ادراتاسيون للجسم، او كلام كبير ادراتاسيون، اوكي، الادراتاسيون هو الترطيب يا عزيزي، ترطيب الجسمي.
ترطيب الجسم. وهذا شو راح يسوي لخلاياك المتصدئة اللي إلها سنوات ما اشتغلت؟ تشين 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 راح يحركها. فلما كنت تاخذ منك شهر كامل عشان تفهم المعلومة، هلا راح يصير في ساعتين بس إنك تفهم المعلومة. شفت كيف يعني؟ وهي نصائح كانت خايسة جميلة مفيدة غير مفيدة. مين مفيدة؟ على فكرة بايخة. I know baby I know. انا دلوقتي لازم اصير جدية بجد يعني ما بقدرش. اوكي جايز، انا اكيد هون ما عم شجع انك انت ما بذاكر ولا اي شيء من هذا الكلام الفاضي او انك شخص فاشل. لا، ما في احد فاشل. اذا انت بتدرس على حالك بتشتغل على حالك راح تنجح بحياتك. لكن هذا الفيديو للناس اللي كانت نايمة سمستر كاملة وهلا صحت من الغفوة دبحها. Good morning baby. والله يوفقكم يا رب جميعا في اختباراتكم. شدوا حيلكم، موفقين بحول الله. تذكروا دائما ان من صار على دربي وسط. انا وئام. اذا انت جديد في القناه اول مره تشوفني، لا تنسى انك تضغط على زر السبسكرايب اسفل هذا الفيديو، تشترك بقناتي، تعطي هذا الفيديو لايك اذا عجبك، وتشغل جرس التنبيهات عشان ما يفوتك اي فيديو. ديروا بالكم على حالكم وعلى احلامكم وعلى قلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. اند بيس، بسلامه، باي باي. الفكتي واكيد طبعا مش الضمير هو اللي يخليني صايحه.